أستهل كلمتي بالتعبير عن الشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد طبون على الثقة التي وضعها في شخصي، وأنا شاكرا له هذه الثقة الغالية، وأتمنى أن أكون وأن تكونوا معي على مستوى هذه الثقة، وذلك بالمساهمة النوعية الفعلية في تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه. سنواصل بطبيعة الحال العمل في المنطقة التي ننتمي إليها، وهي المنطقة التي لا تظهر بالمظهر الذي نتمناه، أي منطقة تسير بخطى ثابتة نحو الوحدة والاندماج، إلى أن النزاعات الموجودة، وأعني نزاع الصحراء الغربية والأزمة الليبية على اختلاف طبيعتها، تؤثر على العمل من أجل جمع الشمل والانطلاقة نحو الاندماج والوحدة المنشودة. فيما يتعلق بالوطن العربي الكبير، نحن بطبيعة الحال على أتم الاستعداد لتجسيد أواصر الأخوة مع كل الدول العربية الشقيقة، ونتطلع إلى قمة عربية ناجحة في المستقبل القريب إن شاء الله. ونعتقد أن القضية الفلسطينية المقدسة هي بطبيعة الحال الإسمنت لتضامن الشعوب العربية والدول العربية، فتتشبث الجزائر كل التشبث بروح مبادرة السلام العربية، فستكون الجزائر دولة المحورية التي ستتحرك كما فعلت في السابق فيما يتعلق بتصدير السلام والاستقرار والأمن في ربوع القارة الإفريقية، بدءا بالفضاء الصحراوي الساحلي، وصولا إلى بؤر التوتر في القارة في كل مكان.